الخوت السلام عليكم. اش غادي نقول لكم ومصيبك على هذه عاوتاني شبهه فضيحه فساد بالملايير ديال السنتيمات وهي الملايير او ربما العشرات من الملايير اللي ضربات من طرف الشلابيه وكروش الحرام. ودابا الجديد هو ان شكايه جديده تسجلات عن السيد الوكيل العام للملك، وبلا شك فهاد المسؤول القضائي اللي دوز شحال ديال الملفات غادي يحيلها مباشره على الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه، هي اللي غادي تعرف ليها وهي اللي غادي تجبد الدغل اللي في كروش الناهبين ولصوص المال العام. هاد الناس اللي مازال ما بغاو لا يحشموا ولا يراعي ومازال خدامين كينهبوا فرزق المغاربه، اللي طاح على شي صنيضيق ولا شي ميزانيه كيخليها عليه كينهبها كلها وكيخلي الدراوش غير النبك. باقي هذه غير شي يومين او ثلاثه تقريبا او نهار باش خرج عزيز اخنوش في مدينه سالا وقال للناس اللي معاه في الحزب بان الحزب ديالو غادي يحقق المعجزات في الانتخابات المقبله وغادي يكتسحوا كل الصناديق ديال الاقتراع، ولكن بشرط هو تكون يديهم نقيه ونظيفه، يعني النزاهه والابتعاد على نهب المال العام كيف كيقول عزيز اخنوش اللي زاد كياكد في الكلمه ديالو بانه في الانتخابات الماضيه ديال 2021 جبنا 2,100,000 صوت. ويلا بقيتو غاديين معنا هكا نزهاء ومعقولين هادو الناس ديال الاحرار غادي نجيبو نفس الاصوات وخاصنا نبقاو معقولين بحال هكذا. هادشي قالو عزيز اخنوش اخواني غير هاد الويكاند، واليوم كتقوم القيامه في الصحافه والضجيج عند الراي العام على السيده نبيله الرميلي العمده ديال مدينه الدار البيضاء واللي حتى هي كتنتمي لحزب عزيز اخنوش، يعني التجمع الوطني للاحرار، وهي ومالين شي شركات خدامين اخرين معاه وشادين الصفقات ودايرين اتفاقيات مع اكبر بلديه في المملكه المغربيه هي بلديه الدار البيضاء، المدينه اللي بلاش كيف كتعرفوا اخواني خصوصا الناس ديال كازا، المدينه اللي كتبيض الذهب وخلات شحال من مسؤول سابق يجمع الملاير على ظهر السكان ديالها، واللي رغم يعني المدينه ديال كازا الهاله والأبة ديال سمعه هاد المدينه الاقتصاديه الكبرى، تصوروا معايا ما عندهاش حتى الطرقان مسقمين ومقودين، ما كاين غير الحفاري والمشاهد البائسه الكرارس ديال الحمير اعزكم الله كيتساروا في اكبر الشوارع ديالها. المهم هذا موضوع اخر، ولكن نبقاو غير في الموضوع ديال حلقه اليوم. الان جمعيه حقوقيه كتفجر فضيحه مدويه من العيار الثقيل وكتحط شكايه امام الوكيل العام بشبهه تبديد واختلاس اموال عموميه وتلقي فائده في عقد ضد مجهول، يعني ما سماتش شكون هما هاد الاشخاص المتورطين بالذات ولكن حطاتها ضد مجهول، اما الشكايه في الشكل ديالها فتحطات ضد كل من جماعه الدار البيضاء في شخص الممثله القانونيه ديالها اللي هي نبيله الرميري العمده، وشركه التهيئه للدار البيضاء وشركه الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط وشركه الدار البيضاء للتراث وشركه مكتب الدراسات التقنيه المعروف بسيرد وكل الشركات المتعامله مع هاد البلديه، الشركات اللي كتقول التقارير والشكايه تثبت التورط ديالها او على الاقل كتحوم حولها شبهات فساد. دابا قريبا قريبا ان شاء الله غادي ياخذ الملف في المسار الصحيح ديالو، والشكايه تقدر تاخذ شويه ديال الوقت عند الناس ديال الفرقه الوطنيه، ولكن هانيه ما كاينش المشكل، المهم هو يتم كشف الحقائق والتحقق من شبهات الفساد. وبلا شك غادي يتم الاستماع الى كل مستشار او نائب لعمده جماعه الدار البيضاء اللي عندهم علاقه مباشره او حتى غير مباشره بالوقائع موضوع الشكايه، يعني اتهامات الفساد، وكل شخص طبيعي او معنوي له صله بالملف واللي تقدر التصريحات ديالو تفيد البحث في هذه القضيه. وبلا شك ايضا غادي يتم متابعه كل من ثبت التورط ديالو في هذه الوقائع مع اصدار امر بناء على نتائج البحث باتخاذ تدابير بعقل يعني شبه مصادره او حجز ماشي المصادره ولكن الحجز ديال ممتلكات المتورطين المفترضين في الاختلالات او الجرائم الماليه. وغير مؤخرا اخواني المجلس ديال زينب العدوي مجلس الحسابات كيصدر تقرير خطير جدا ضمن مجموعه من الاختلالات الماليه والمحاسباتيه اللي كتهم تاهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء
وكذلك لأوجه صرف المبالغ المالية الضخمة جدا الملايير اللي تم رصدها من المال العام وزاتها شركات أو ما يسمى بشركات التنمية المحلية واللي مذكورة كلها في هذه الشكاية. تقرير المجلس الأعلى للحسابات حط المسؤولين أمام الأمر الواقع وعرى على مجموعة من الحقائق الصادمة والمثيرة جدا بكل جرأة وموضوعية. كنحييو هذا المجلس وكنحييو الرئيسة ديالو السيدة زينب العدوي من هذا المنبر المتواضع. التقرير كيقول بأن الاتفاقيات أو الصفقات فيها الكثير من الغموض سواء على مستوى الإنجازات، يعني واش دارت دوك المشاريع ديالها أصلا أو لم تنجز، وكذلك على مستوى تحديد المسؤوليات كل واحد كيلوح التهمة بطريقة غير مباشرة للآخر، يعني بحال تيقول لك ما عندك منين تشد، خصوصا الشق اللي كيتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي لشركات التنمية المحلية من جهة والتعاقدات مع بعض شركات القطاع الخاص المكلفة بإنجاز الأشغال المكلفة بها من جهة أخرى. أهم التجاوزات المالية الخطيرة اللي هضر عليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات وحط يده عليها ما كيتعلق بتوظيف، يعني الشركة ديال الدار البيضاء للتهيئة وظفات المساهمات المالية العمومية اللي كانت مخصصة لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي، يعني كتربح منها بحال داكشي عندك واحد العشرات المليون وبلوكيتيها في البنك وكتبدا تربح منها شي بركة، وهادشي دون ما يكون عند هاد الشركات أي ترخيص مسبق من طرف مجلس إدارة الشركة ولا دون موافقة الشركاء العموميين يعني البلدية وبعض الوزارات. كذلك قامت أيضا شركة الدار البيضاء للتهيئة بتوظيف مساهمات مالية حصلت عليها من الشركاء العموميين الممولين لهذا المشروع، أي وزارة الداخلية ووزارة الشبيبة والرياضة وجماعة الدار البيضاء باستثناء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم واللي ما حطاش المساهمة ديالها في الوقت المحدد، واستعملت هذه الشركة هذه المساهمات المالية كلها وهي كيف قلت لكم بعشرات أو مئات الملايير من السنتيمات، وقامت باكتتابات عند هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ووظفت شركة الدار البيضاء للتهيئة ما مجموعه كيف كيقول واحد التقرير أمامي الآن 262 مليون و281 ألف درهم وفق ما ورد في الشكاية. فالشركة المذكورة قامت بمجموعة من العمليات المالية غير المسموح بها كما يقول التقرير حسب الاتفاقية الموقعة، يعني داروا ذاك الشيء اللي قال لهم الراس ديالهم واللي بان لهم فيه بأنهم غادي يربحوا منه القرموم مزيان، واللي تمثلات كيف قلت لكم في اكتتابات وأيضا عملية شراء ومنتوجات مالية لدى هيئات التوظيف، وحصلت مقابل ذلك التوظيف المالي على منتوج مالي يعني أرباح حددت في 4,240,000 درهم يعني 425 حوالي 425 مليون سنتيم. والأخطر والصادم من هذا الشيء كله كيف كتقول الشكاية إخواني، فالشركة عمدت إلى توظيف أموال عمومية فلوس الشعب المال العام دون موافقة الشركاء الممولين ودون الحصول على تصريح على النحو المنصوص عليه ودون احترام المساطر القانونية. وهذا الشيء اللي كيبين كيف كيقول تقرير مجلس الحسابات بأن شركة الدار البيضاء للتهيئة وظفات أموال عمومية ضخمة جدا في غير ما أعدت له أو ما خصصت له، وقامت بتوظيف أموال هذه الأموال اللي تم رصدها أصلا وحصرا وخصيصا لإصلاح وتهيئة وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس، وقامت بالتوظيف ديالها دون أي وجه حق وحققت أرباح في الوقت اللي المصالح المالية ما غاداش تستافد، الشركة الوحيدة هي اللي غتخرج من هذه الصفقة كمستفيد أكبر منها بحوالي 425 مليون كيف قلت لكم قبل قليل فقط، هادشي غير اللي يبان، أما داكشي اللي ما باينش يعلم به الله وحده. وبالرجوع لتقرير دائما المجلس ديال الحسابات فكنلقاوه حط إشارة واضحة إلى وجود شبهة تهم مكتب الدراسات التقنية سيرد واللي قدم فاتورة مخالفة لمرسوم الصفقات العمومية وهي فاتورة كتضمن حوالي 30 مليون. وكيقول التقارير بأن طلبية هذا الأخير قدمه بتاريخ مارس ركزوا معي 2014، في حين أن الأشغال ديالو ما انطلقات حتى فبراير 2000 أو ما بين فبراير ومارس 2014، وهذا الشيء اللي كيبين
بان الشركه استغلت قبل تقديم الطلبيه، وهذا الشيء اللي كيطرح اكثر من علامه استفهام طويله وعريضه جدا. تقرير مجلس الحسابات تبين بان مجموعه من الجمعيات والفيدراليات والعصب واشخاص طبيعيين كيشتغلوا وخدامين كيستافدوا مزيان من المركب الرياضي محمد الخامس دون ما تستافد الجماعه ولو من درهم واحد، وهذا الشيء خطير جدا، وكيستافدوا حتى من الملحقات ديالهم. بل والصادم انهم كيتقاضاو مبالغ ماليه مهمه جدا مباشره من المواطنين مقابل الخدمات اللي كيقدموها، في حين ان الجماعه ديال الدار البيضاء واللي هي المالكه الوحيده لهذا المركب الرياضي يعني محمد الخامس ما كتشد ولا سنتيم واحد. هذه الجمعيات الرياضيه والشبيبيه والفيدراليات والعصب كتستغل الملاحق ديال المركب والمركب دون مقابل كتحطوا الجماعه ما كتحطش ليها الدرهم وهي كتحقق الملاير ودون حتى وجه قانوني، بحكم ان الامر كيتعتبر بمثابه احتلال غير قانوني في ظل الغياب عقد كراء وفي ظل الغياب اداء واجبات مقابل هذا الاستغلال، خاصه وان المساحه المستغله من طرف هذه الهيئات المذكوره كتوصل ل 2830 متر، والمصيبه ان جماعه كازا كتكلف في نفس الوقت باداء الفواصير ديال الماء والكهرباء اللي كيستهلكوها هاد الناس، وهذا الشيء اللي كيتعتبر هدر وتبذيد للمال العام طيله سنوات عديده، وهذا الشيء اللي كيستوجب معاه وضع حد لهذا النزيف وترتيب الاثار القانونيه ومتابعه كل من ثبت تورطه في هذه الاختلالات.